السلام عليكم خواتاتي، نتمنى تكونوا لاباس. اليوم غادي نوريكم الكيفيه ديالي في الاحتفاظ بالبرتقال والليمون، باش نديرو بهم عصائر شهر رمضان المبارك. الله يدخلو علينا وعليكم بالصحه والسلامه. استغلوا الفرصه ما حد الليمون والبرتقال رخاص، نجمدوهم باش نصنعوا بهم عصائر طبيعيه وبكميه وفيره واقتصاديه. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندنا هنا الليمون البرتقال، تنحيدو ليهم داك الريوصة ديالهم، نقطعوهم. مهم الكمية ديال العصير نتوما اللي تحكمو فيها، بغيتوه حامض ولا بغيتوه خفيف. انا عندي هنايا برتقال كبير، غادي ندير برتقالة كبيرة وحدة صغيرة، وليمون حامض وحدة، يعني غادي ندير جوج توسطات ديال الليمون وحامضة في 3 يترو ديال الماء ولا 2 يترو، نتوما تحكموا في الكميه ديال الماء اللي بغيتو، بغيتوه يكون خفيف ولا بغيتوه يكون حامض بزاف. غادي نقطعوهم مربعات صغار، هنا عندي الليمون والبرتقال جمدتهم قبل، خرجتهم واحد شويه يذوبوا من الثلج باش نطحنهم، تيجيو على هذا الشكل هذا. وغادي نطحنهم مع 2 يترو ديال الماء، درت غير نصف الكميه اللي درت. نكملو نقطعو الليمون ديالنا كامل والبرتقال ونديروهم في ساشي. صافي، منين تنكملو الكميه كامله ديال الليمون ديالنا والبرتقال، تنديروهم في ساشيات بحال على هذا الشكل هذا، وتندخلوهم الثلاجه. منين تنحتاجو العصير ديالنا، تنجبدو الميكا من الثلاجه وتنخليوها ترتاح واحد شويه، شي 5 دقائق هكاك صافي، وتنطحنوا الليمون ديالنا مع البرتقال. من بعد ما جبدت الليمون ديالي مع البرتقال من الثلاجه خليتهم يرتاحوا، دابا غادي نعصرهم. عصرتو تيجي على هذا الشكل هذا. غادي نضيف عليه الماء، غادي نضيف عليه كاس ديال السكر، والسكر تيبقى حسب الذوق. غنخلط العصير ديالنا مزيان حتى يذوب السكر ديالنا، نخليه يرتاح واحد شويه ونرجعو نصفيه. دابا انا تنصفي العصير ديالي، ناخذ شي شبكه رقيقه ونصفيو، نكملو على الطريقه حتى نساليو العصير ديالنا كامل. صافي، تيكون على هذا الشكل العصير ديالنا، تيجي بحال هكا. اول عصير ديالنا تيجي على هذا الشكل، تيجي زوين بارد منعش. الا بغيتو تقدموه هكا، انايا دابا طحنت معاه الفريز، تقدروا تطحنوا مع اي فاكهه بغيتو،
وهادو الميكات ديالي انا غادي ندخلهم للثلاجه يجمدوا، الوقت اللي احتاجيت العصير تنجبد ونطحن العصير ديالي. نتمنى يعجبكم الفيديو، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناة لأول مرة تيشوف القناة ديالي اشترك، وشكرا.